خلينا ننتقل بقى لبعد كده ونروح لفريق شباب الكره الطايره بالنادي الاهلي تحت 17 سنه ونقول لهم مبروك لان هم توجوا امبارح بلقب بطوله الجمهوريه بعد ما تغلبوا على فريق الصيف في ختام هنا منافسات البطوله. يعني عايز اقول لحضراتكم مش بس احنا فوزنا، لا، الفريق بتاعنا قدم مباراه قويه جدا، نجح كمان في انهاء اللقاء لصالحه بنتيجه 3 أشواط نظيفه دون مقابل ليحصد هنا لقب البطوله عن جداره واستحقاق. يعني مبروك لفريق شباب طايره الاهلي اللي كمان عايز اقول لحضراتكم قدم موسم مميز للغايه على الرغم من الصعوبات العديده اللي كلنا كنا بنشوفها واللي الفريق كمان واجهها، وكان ليه قبل كده ان هو سبق يعني وسبق واتغلب على الزمالك بنتيجه 3-1 من كام يوم في نهائيات البطوله. فيعني الف مبروك وحاجه تشرف، وزي ما احنا بنقول يعني احنا عندنا مش بس فكره كره القدم اللي احنا متالقين او متميزين فيها، لا، احنا الرياضات المختلفه في النادي بصراحه اثبتت ده، ومش بس الفترة اللي فاتت، الفترات كلها، ولكن الفترة اللي فاتت تحديدا اللي احنا كنا بنقول بعض الرياضات وبعض الأندية كانت مش بس على المستوى المحلي، على المستوى الدولي كانت بتعاني يعني من مشاكل كتيرة جدا، ورغم من ده احنا شفنا قد ايه عندنا رياضات مختلفة ولعيبة في الأهلي كانوا بيحصدوا بطولات. فيعني اعتقد دي حاجة بتميزنا وحاجة متوقعة من الأهلي.